ولا فرق. انت كنت راكب العربيه كويس، ايه اللي عمل في وشك كده؟ انا راكب العربيه كويس، ده انا مضروب قدامك يا ظالم. ولا فرق. ايه هتضربني في النيابه كمان؟ لا انا في عرض وزاره العدل، انا عايز حقوق الانسان. وطي صوتك، انت فاكر نفسك انا فين؟ انت اللي فاكر نفسك فين؟ والمصحف مسايفكو، انا عارف ان البيت كبير موت وسام ان حد يمد ايده على مواطن. ايه الهيصه دي؟ هو الحرس مش عارف يسيطر على المتهمين ولا ايه؟ يا سعاده الباشا ربنا يخليك للغلابه اللي زينا يا باشا. انا عايز اعيش حلو، الحكومه مش سايبانا في حالنا. لما تدخل ابقى قول اللي انت عايز تقوله، لو سمعت صوتك تاني هحبسك، انت فاهم؟ فاهم يا باشا. ربنا يخليك للغلابه اللي زينا يا باشا. يا عم اسكت بقى، ما تخلهمش يقلبوا علينا. اقعد يا ابعت عليك واحد شاي. ايه؟ ابعت عليك واحد شاي، بقول لك عشان امخمخلك واخرجك كفاله. لا انا معايا محامي. محامي ايه يا؟ بقول لك اخرجك بكفاله 500. طب انت مش ممسوك ببانجو؟ يا سعاده الباشا انا طبت من زمان، بس اتمني ثواب ومسجل لهم، انا كل يوم يجي ينزلوا عليا ضرب وبهدله واهانه، انا عايز حد يجي يثبت الحاله بقى. هو ايه اللي بينك وبينهم عشان يعملوا فيك كده؟ عايزين يشغلوني مرشد، وبقول لهم لا يجوا يشربوا قهوه ببلاش بقى عندي. انت عندك قهوه؟ باترينا كده صغيره بنسترزق منها، بيجوا يشربوا بالعافيه، قصدي محبه وماشي الحمد لله. بس الاتهامات اللي موجوده قدام مني افرك في منتهى الخطوره. ايه بقى عمل لي ايه بقى المره دي يا باشا؟ قضيت سلاح ولا مخدرات؟ ما هو قادر يعمل لي اي حاجه. لا دي ولا دي، نصب وتزوير وشيكات بدون رصيد قيمتها تساوي ملايين. تساوي ملايين يا باشا؟ ايه مالك؟ هيغمى عليا يا باشا، يعني انا نصبت على الخال وخدت منها ملايين؟ الشيكات موجوده قدام مني وعليها توقيعك. والخدمة الشريفة أنا ما وقعت من حد وحد يا باشا. أنت هتعمل مفتح ولا إيه؟ إمضتك يا بني آدم. أنا راجل جاهل يا باشا، لا مؤاخذة ما أعرفش أنا ولا أكتب. الحركات دي بلاش منها، مش هتنفعك. حركات يا باشا؟ ده أنا أفقر من نجيب الريحاني. بص حضرتك يا باشا، بص الشراب يا باشا، بص. أنت اتجننت يا جدع أنت؟ البس جزمتك. أعمل إيه طيب يا باشا؟ ما هو الغل. يعني دي مش إمضتك؟ لا يا باشا، انا بيني وبينك الطب الشارع، حولوا لي دمي. كل ده جوه بيعمل ايه؟ بيعملوا ايه؟ ده غلبان، ده ثروه قوميه، بيحققوا معاه في ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اسم الله عليك يا اخوي، عملوا معاك ايه؟ عايزين يلفوا لي توبه عطا وعيش بقيت عمر في السجن. يا لهوي، قول لي على اساميهم ورا طربق لك الدنيا فوق دماغتهم. بصي بقى، انت تخرجي من هنا على مكتب التلغراف عادل، واحد لوزاره الداخليه والتاني لوزاره العدل. لو عايز حد اكبر قول. اه فاضل اتنين، واحد لرئاسه الوزراء وواحد لرئاسه الجمهوريه. يخرب بيتك، هو بجد انت عملت ايه؟ يلا يا بنت، ضربوا الاور على عينه، وما تنسيش تقومي له محامي واديله فلوس بزياده، خليه ينطرني من هنا. يا باشا انا ما بعرفش اكتب. الله يرحمك يا استاذ قمحاوي. امسك القلم كويس وما تستعبطش يا باشا، ماسكه على قد ما اقدر اهو اهو. اعمل انا ايه بقى؟ وبعدين معاك اكتب كويس. يا سعاده الباشا ما بعرفش اكتب، حطوني في الجهاز اللي اسرائيل حطت فيه جمل هجان. حاول تقلد اللي مكتوب قدام منك. يا سعاده الباشا انا بطلع مطوتي واثبت الزبون على طول، ما فيهاش دماغ للحوارات بتاعت النصابين، انا عفياجي. ثم فين المتهمه الثانيه المزعومه دي؟ ده حتى الشرطه لغايه دلوقتي ما عرفتش اسمها ايه. اه فين بقى يا باشا؟ ولا انتوا بقى يا باشا ما بتقدروش ولا على الرجاله وبس يعني. اديني ورقتين وظرف. ورقتين وظرف، عينيا. ايه ده؟ طب اما اجيب رقبتك واخد فيك 16 ايه يا علا؟ 16 ايه بس؟ ما احنا متنايلين فيها اهو. قوم يا فرج، عندك زياره. طب تعالى اتضايق بس، اشوف اي حد يجي يقف في السوبر ماركت. والنبي والنبي هتعمل لي فيهم ده كله لما تخرج؟ واكتر يا ولاد، ده انت القديمه. والقديمة تحلى لو كانت واحلى. بس احلى واحلى. بس انا خايفة الحبسة تطول يا فارق. لا اطمني، حتى لو قعدوا يدون استمرارات الباشا بشريطة خضرا هيخرجني من اول جلسة. يا رب يا رب يرزقك بالقاضي العادل اللي ينصفك يا فرج يا ابن خنزيرة. بص يا عدو، انا قعدت مع نفسي وقلبت في القضية يمين شمال، لقيت علاقة لازم تتحفظ. والنبي يا فرج، والنبي تخرج لي، لو صدقنا اتبهدلت من بعدك. هبتي ضاعت في المنطقة. ماشي يا عيال،
من هنا وراح خلاص مفيش كرابيك، في سينك بقى. ربوني في الحارة وهدومي اتحدفت من الشباك. خلاص يا وليا بقى، على قطعت قلبي قلنا خارج. تخرج لي بالسلامة يا سند ظهري يا شادد إزري. أبعت لك حوالة بخمسمية جنيه يا أخويا. ليه خمسمية جنيه يا وليا؟ أقفلهم لك باكو يا أخويا. باكو إيه يا وليا؟ أنا هحتاج فلوس في السجن. يا بنت ده أنا معايا كراتين سجاير تكفي سنسرتين تلاتة، بكرة هجمعهم لك فلوس وأديهم لك. أسد أسد يا أخويا، أمال هما ليه قالوا الراجل راجل حتى لو كان في الأسر؟ قولي لي بقى، إيه أخبار أم نادية؟ ده عبست، المهندسين كلها ما فيهاش غير بيتين للعواجيز، مقسمة السرح فيهم، تخرج لي بالسلامة تلاقي حلاوة الإفراج مستنياك. كده يبقى ظبطنا موضوع المحامي خلاص، نتكلم بقى في المفيد. مفيد إيه يا راجل؟ هو في أهم من موضوع المحامي؟ أهم بكتير يا ولية. بعد ما خلصت على صاحبك اللي ريحته ودفشت بعديه. عنتر السناك. طب ايه طيب؟ بتعرفيش تتكلم عن متغطي؟ يا مصيبتي السودة، حقك عليا يا اخويا. ماله؟ ماله ابن الخطيئة؟ انا مالي كارت مليون جنيه. كان فاكر هو اللي هيفسحني فبعبع بالكلام. قال لك ايه؟ قال لي على موضوع هيخلي نادي هنزعها تجينا لحد عندنا وتبوس ايدينا. بيت كده يا اخي، ارحمنا بقى. انساها بقى يا اخي، ما انت شايف ما جناش من وراها حاجه عدله. بقول لك ايه يا وليه؟ هتسمعي اللي بقول لك عليه؟ مفيش وقت. قول. ام ناديه هنزاحه لسه عايشه. ايه ده؟ امها لسه عايشه؟ عرفت بقى قصدي ايه يا وليه؟ ده انت كده في الجون. اهي دي اللي ناديه انزاحه ما تستحملش عليها الهوا. خدتها وحطيتها في المكان ده اللي بيحطوا فيه العواجيز في المهندسين. تاهت ولقيناها. ننقل النشاط من بكره، السرحه فيك يا مهندسين. عايز قبل ما اخرج تجيبي لي عنوانها، وانا وحياة رحمه امي اللي عمري ما شفتها لا سلمها عن طريق امها واقفش من وراها قفشه قفشه العمر.